طبعا يا جماعة الخير، وين ما لف الكاميرا المناظر جميلة جميلة جدا. اليوم ان شاء الله بنقضي الله يسلمكم الليلة في هاي المنطقة، منطقة بوركسايد جميلة. تسجيل حضور في هذا المكان. صبحكم الله بالخير في اليوم الخامس. البارحة كان جو مغيم وامطار ورياح وريحنا البارحة، الحين في ظهور هاي المحبوبة تبارك الله الشمس. مراجعة سريعة الله يسلمكم للدراجة، رتبنا الاغراض، جهزنا كل شيء. الاجواء جميله يا جماعه، اجواء جميله، غيم على شمس. قلت انا بجلس برا شويه، خلنا ندفى، لانه صدق 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 برد يا جماعه. 8 درجه حراره يعني، الشمس طالعه وبعدها درجه الحراره 8. حياكم الله في تكمله الرحله اليوم الخامس بالانطلاقه الى القمم اللي موجوده هني. هاي المنطقه الله يسلمكم اللي احنا فيها الحين مشهوره بالدراجين، اللي هي كنافي اسمها تقريبا، هاي مشهوره بالدراجين. والان منطلقين باذن الله سبحانه وتعالى. البارح ريحنا الله يسلمكم بعد يوم شاق كان متعب، مغامره جدا 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 شيقه ومتعبه صراحه في نفس الوقت كانت يعني. ونحن الله يسلمكم جايين المنطقه هذه، واصلين الساعه 12 ونص في الليل، كيف وين ليش ما اعرف. الجارمن يا جماعه خير يعطينا ساعتين، من طلعنا من انسبورغ ساعتين، كل شوي ساعتين 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 مبطع يمشي. اتوقع الله يسلمكم ان ليش مبطع يمشي بسبه اول شيء كانت الدنيا ماطره، مطر صبيب ما شاء الله، كان مطر صبيب وارتفعنا نحن على ارتفاع ليبل ما شاء الله، كنا سارين على ارتفاع ليبل، فالغيم يعني مطر وغيم والخوذ غرقان ماي من قدام يعني، ورطوبة مستوية داخل، وشوف قصة طويلة عريضة يعني. سرعتنا كانت في هذاك الوقت تقريبا 25 كيلو 20 كيلو عسب شي، الوقت يزيد عندنا، فالحمد لله رب العالمين تيسرت الأمور. هذه قمة باص وصلنا الله يسلمكم، وصلنا فيها بنحط إن شاء الله السكر مالنا هناك. قمة مشهورة ما شاء الله عندنا هني، على المنظر الجميل هنا طبيعة جميلة هنا. سياكل طبعا من تحت جايين، سياكل دراجات اللي يوقف اللي يكح الله يعيننا. هاي اللوحه يصوروه بالعداله. طبعا هذه قمه سله دلو سله، هواء منعش يا جماعه الخير بصوره غير طبيعيه هنا، انتعاش الثلج سبحان الله يعني. نسخ يوم توه اخذنا نسخ، انتعاش الثلج ما شاء الله يعني، ريحه الثلج مثل ما يقولون، فشيء جميل صراحه. وقفنا صورنا، اخذنا فيديو، اخذنا صور، اخذنا هدايا، وانطلقنا. تشوفوا معي الصوره هاي منتشره عندهم مشهوره يعني. في هاي الاماكن يا جماعه الخير السواقه لابد تكون شوي فيها نوع من الحذر. انا صراحه بقول لكم مو متعودين احنا على هاي المنحنيات وهاي اللفات ما شاء الله في اماراتنا الحبيبه. هاي الله يسلمكم يعني من معروف الشمال الايطالي، مشهوره بالانحناءات والانعطافات الحاده يعني. شوفوا ما وحالنا، منحنى شويه، منحنى يمين يسار يمين يسار كذي يعني السواقه عندهم. هاي هليكوبتر، في فريق انقاذ هناك عندهم،
فبالعكس يا جماعة الخير يعني الواحد يكون خبرة هنا ويضبط عمره يعني ما شاء الله ما شاء الله. تقول والله أنا باخذ لي دراجة بيام، باخذ لي أفريكا توين، باخذ لي لا لا لا، هني كل شيء يمشي، كل شيء يمشي. من أي ناحية؟ دراجات قديمة موجودة، دراجات جديدة موجودة، كل شيء موجود عندهم ومشهورة هاي المناطق ما شاء الله. الله يسلمكم بالدراجات النارية والسياك الهوائية هذه، فشيء جميل جميل جميل. شوفوا 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 معي شوفوا معي، هذا الصوب الثاني من اليبال، احنا كنا هاك صوب ردينا هنا. مناطق جدا رائعة يا جماعة، رائعة رائعة، الحمد لله رب العالمين، الله يتمم على خير إن شاء الله. الله على المناظر الجميلة. هذا اللي قدامي راعي السيكل شيبة، ما شاء الله عمره ظني 60-70 سنة، نازل وياي من فوق. الله، خلونا نستغل الفرصة الله يسلمكم، نحن بالاتجاه الآن إلى قمة غاردينا باس. طبعا منطقة تعد منطقة كنازي الله يسلمكم، من المناطق القريبة من عدة قمم مشهورة، منها منطقة قمة غاردينيا وبوردوي ودلو سيلا والفلسريغو باس، هذه القمم المحيطة بالإضافة للقرى المحيطة في هذه المناطق الجبلية. طبعا منطقة كنازي تشتهر بكونها مكان للراحة، لراحة الدراجين واستجمامهم، ومن ثم يعني فيها كوفيات وفيها مطاعم وفيها حتى قراجات تصليح الدراجات هناك، بعد ما يأخذون لفة على المناطق والقمم الحوالين المنطقة هذه يرجعون لهذه القرية. شوفوا الله على المنظر، الله على المنظر، يا سلام يا سلام، شو هالجمال، شو هالطبيعة الحلوة هاي، والله العظيم يا جماعة شيء عجيب صراحة. بل القمة اللي هناك كتير لفات هاي كلها باتجاه القمة ما شاء الله، شو هالبورش الحناوي. شوف المنظر يا جماعة، شوف السلام، جميل منظر الدراجات اللي جاي من هاك الصوب، يعني تنسيق جميل ما شاء الله. يلا يا سلام، هذا جروب الهارلي أظني. نبغى نصور الفيديو، نبغى نشوف سياكة، نبغى نشوف دراجات، نبغى نشوف سيائر، ما تعرف شو بتشوف. خلونا مع بعض يا جماعة الخير نتكلم عن سبب تسمية جبال الدولوميت بهذا الاسم. تعتبر جبال الدولوميت جزء من الجبال الألب الإيطالية، ويرجع سبب تسميتها الله يسلمكم نسبة للعالم الفرنسي دوليمو، اللي الله يسلمكم وصف صخور الدولوميت الكربونية التي كانت سبب الألوان المميزة للجبال. شهدت جبال الدوليمو الله يسلمكم دولوميت الكثير من المعارك خلال الحرب العالمية الأولى بين القوات الإيطالية والإمبراطورية النمساوية المجرية. والله يا جماعة الخير كل ما ببند تصوير يطلع لي منظر أحلى وأحلى. هذا تسجيل حضور الله يسلمكم في باسو، في باسو غاردينيا سجلنا حضورنا هني الله يسلمكم في هذا المكان الجميل، المكان الرائع. طبعاً يا جماعة الخير وين ما لف الكاميرا المناظر جميلة جميلة جداً، شوف معي وين ما لف الكاميرا المناظر جميلة والأجواء جميلة.
وبالنزول الله يسلمكم من قمة غاردينيا بالاتجاه إلى قمة برودي صادفتنا هذه القرية الجميلة اللي هي قرية كالفوش، هذه اللي صورتها قبل شوي فيها وعرضتكم بعض بعض الطبيعة الموجودة فيها. الآن إن شاء الله بالانطلاقة في صعود هذه القرية، طبعا القرية في صعود الله يسلمكم، تلاحظون معي الشارع كيف ممتد للأعلى، فخلكم تابعينا وإن شاء الله بتشوفون أشياء جميلة في الدرب. شوفوا يا جماعة، شوفوا يا جماعة، ما شاء الله تبارك الله، الناس على السياق، الجيب اللي قدامنا الأبيض هذا طالع منكم في حرمتين ما شاء الله كبار في السن، وكانوا ويانا على القمة أو الباص اللي طاف هذا اللي هو غارديانا، كانوا ويانا وحين ما شاء الله سايرين هالصوب، ما أدري أظني هاي كانوا ممرضات الحرب العالمية الثانية يمكن، ما أعرف والله، لأن ما شاء الله ما شاء الله يعني وقفن وسيرن ويردن، شيء عجيب والله. الدرب هذا جميل ما شاء الله، جميل. يا سلام على الورد يا جماعة، الله، شوفوا المناظر يا جماعة الخير، شوفوا المناظر لهني، الحمد لله رب العالمين. طبعا يا جماعة الخير أنا بقرأتي للاتجاه بين القمم في المنطقة هذه اللي هي سلسلة جبال الدولوميت، نحن محظوظين بوجود الغيم، لأن غالبا الله يسلمكم تطلع الشمس، والغالب الأكثر من هذا كله الله يسلمكم بوجود الأمطار، لكن الحمد لله رب العالمين، الله يسر أمورنا، وكانت الدنيا بغيمة ودرجة الحرارة حاليا الله يسلمكم 19 ونحن بالارتفاع تنزل أكثر وأكثر. الطبيعة جدا 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 جميلة هنا يا جماعة الخير، أعطانا دافع قوي بالاستمرار نحو الصعود إلى القمة. من قرية لقرية الله يسلمكم، وهي المناظر تتوالى علينا، وما شاء الله الدراجين في كل مكان ما شاء الله تبارك الله. يقول لك أهل مكة درب شعابه، هاي لهم أهل مكة درب شعابه، عارفين شوارعهم، عارفين دنياهم، عارفين كل شيء، فما شاء الله على هاي المناظر الجميلة صراحة، شيء 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 جميل صراحة، شيء جميل. هذا نحن إلا بس في الشمال الإيطالي، بعدنا لحد الآن يعني منطقة لنا صوب ليبال في سويسرا، هاي مزارع هنا، ريحة المزارع ما شاء الله. والله يا جماعة من شد جمال المناظر ما برأي مرمس، ما بعرف شو أقول، شو القصة اللي بقولها ما أعرف، لكن خلنا نصور عقب إن شاء الله بين الكلام بروحه. نحن بالاتجاه الله يسلمكم نحط التسجيل حضور اليوم في القمة الثالثة على اللوحة اللي هناك، وقفنا درجاتنا وراء المبنى هذا إن شاء الله رب العالمين، إحنا سايرين صوب اللوحة، لكن يا جماعة الخير مكان جميل جميل جميل، وكله كيرفات كله منحنيات، تسجيل حضور في هذا المكان. أيوة بوسو برودي، بعد جولة الله يسلمكم في ثلاث قمم الحمد لله، لازم نكافئ عمارنا بهذا غدا الطيب ما شاء الله. بعد جولة الله يسلمكم في القمم الرائعة المفعمة بالطبيعة اللي مرينا عليها في هذه الرحلة، الآن إن شاء الله بنبدأ النزول التدريجي باتجاه إلى قرية أورتساي، قرية أورتساي من القرى الجميلة في الشمال الإيطالي. هاي الممرات اللي إحنا نمشي عليها الحين بتلاحظون كتبة على الشارع، نفس الممرات أو نفس الشارع اللي مرينا عليه في الليل ووصلنا فيها قرية كنازي الساعة 12 في الليل في بداية الفيديو تكلمنا عنها، وحين نهارا نشوفها قدامنا، وما كنا متوقعين يا جماعة الخير أن نحن في الليل مرينا بهاي المناظر اللي ما انتبهنا لها ولا شفناها لشدة ظلام الليل اللي مرينا فيه في المطر والرطوبة. اليوم إن شاء الله بنقضي الله يسلمكم الليلة في هاي المنطقة، منطقة أورتساي جميلة، جميلة بمبانية، بألوان المباني جميلة، بالتصاميم ترتيب مرتبة، صعدات ونزلات، هاي صعدة ومن هناك نحن نازلين حق التمشي، يعني نادر ما تدش السيائر هنا، نادر ما تدش السيائر إلا بتسيل فنادق. هذا فندق حلو بعد هناك،
وبعد رحلة شيقة في جوالنا في منطقة أورتساي. أتمنى لكم التوفيق، باكر إن شاء الله بيكون فلوق مفعم بالحيوية والمغامرة، نكمل في المدينة. لا تنسون التعليقات، أتمنى لكم التوفيق، حياكم الله.